هيلينج معناته ايش؟ انه يعني ايش الشفاء؟ استعاده النسيج تركيبته وظيفته بعد ما حصل له دمار بالانفلاميشن. اوكي؟ يبدا يستعيد التركيبه والوظيفه. يبقى ترايل تو ريستور اناتومي اند فيسيولوجي ستراكشر اند فانكشن. يبقى هذا تعريف الهيلينج. تايبس انواع الهيلينج. نمبر 1 هيلينج باي ريزوليوشن. ريزوليوشن يعني كسحابة صيف، تيجي كده تغيب تمشي. اوكي؟ يعني ما تتركش دمار للتيشو، فبالتالي ما احتاجش ان انا ابني تيشو جديد بداله. فصل توسخ خلصت الفصل، ده الريزوليوشن. اوكي؟ يبقى كومبليت ريستوريشن اوف ستراكشر اند function of the tissue without new cells. ما عملناش خلايا جديدة، مجرد كرسنا الوساخ اللي كان. زي ايش؟ اكزامبل اللوز، بتيجي بتنتفخ بتلتهب بتخرج صديد، بعد كده يروح الالتهاب ترجع زي ما كانت سليمة، ما فيش اي مشكلة. زي افضل مثال طبعا اكزامبل لوبر نومونيا. لوبر نومونيا التهاب الرئة، نيومونيا. دي الالفيولاي مليانة هواء، في هنا كابيلاريز. لما يبدأ الالتهاب لو دخلت البكتيريا نيوموكوكاي مثلا، نيوموكوكاي اهي، بيبدأ انفلاماتوري بروسيس. انفلاماتوري بروسيس فازو دايرتيشن للكابيلاريز اهو، احتقان، بعد كده اكزيوديشن، بيطلع كرية الدم البيضاء والفايبرين، يمل المنطقة دي فايبرين وبلازما وكرية الدم البيضاء وايت بلاد سيلز بكتيريا. يبقى بدل ما كانت الالفيولاي مليانة هواء أصبحت مليانة اكزيوديشن. الاكزيوديشن دي عبارة عن ايه؟ بلازما فايبرين وايت بلاد سيلز، تمام، اضافه الى البكتيريا الموجوده. بس بعد الان الفيولاي مليانه اكزيوديد. المعركه بتستمر، كره الدم البيضاء والبكتيريا بتنتهي لصالح كره الدم البيضاء، بتعمل انجلفمنت للبكتيريا، بعض كره الدم البيضاء تموت. في النهايه بتيجي الماكروفاج بتعمل فاجوسايتوزيس لاي حاجه وتنظف تكنس المنطقه، والنهايه ايه؟ ترجعه زي ما كان. حلو ده، بس من المساء عشان تجيبوا جول اهو، كنسنا التراب والوساخات اللي موجوده هنا. يبقى الالفيولاي رجعت زي ايش يا شباب؟ زي ما كانت، كانت مليانه ما فيش تبادل غازات، ما فيش اكسجين اها. الان فتحنا رجع كل حاجة زي الفل، والكونديشن الكابيلاريز رجعت الحجم الطبيعي، ما عاد فيش احتقان ولا حاجة، وبالتالي اللنج رجعت زي ما كانت. يبقى الاستراكشر رجع زي ما كان والفانكشن كومبليت. يبقى ايه رأيكم في الانفلاميشن في الهيلينج ده؟ حلو ولا وحش؟ حلو. ما دام رجع الاستراكشر كومبليت 100% والفانكشن رجعت كومبليت، ما فيش احسن من كده. يبقى ده الجود تايب اوف هيلينج، جود تايب اوف هيلينج. النوع الثاني هيلينج باي ريجينريشن. هيلينج باي ريجينريشن، اقول ريجينريشن على طول عشان يكون ايش؟ ريزوليوشن بعده ريجينريشن، ها؟ بدل ما نحول العنوان. يبقى اثنين ريجينريشن. Regeneration the same complete restoration of structure and the function of tissue.
with new cell formation، يعني كون خلايا ايه؟ خلايا جديده. ليش؟ لانه خسرت كم كرسي، حصلت مضرابه، تكسروا ثلاث اربع كراسي مثلا، رجعوا بعد ما نظفنا وكل حاجه قلنا لازم نرجع الكراسي الجديده زي ما كانت، اوكي؟ فبالتالي رجعنا كراسي جديده، ماشي؟ يبقى دي كومبليت ريستوريشن اوف ستراكشر اند فانكشن with new cells. Example, healing of skin abrasions. Skin abrasions. Abrasions. Skin abrasions اهو بتبني الميمبرين دي الخلايا الابيديرمس اهو طبقات 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 في النهايه اتحرشه فهو زي الفل. لو جيت انت بتحلق او حد فخطك او كده هيروح مدمر لك كذا خليه هنا على طول هيحصل لها ريجنريشن بالخلايا اللي تحت بتتعوض ترجع زي ما كانت. ليش؟ لانه دي كونتينيوسلي ديفايند. اوكي؟ يبقى هنا بيحصل ريجنريشن، بيحصل يا شباب؟ ريجنريشن زي البلاد، لو سحبت لك قربة دم على طول بنمره شغال هيعوض الدم الناقص. اوكي؟ زي الشعر لو قصيت هيطلع الشعر على طول هتكبر لانه شغاله الخلايا كونتينوسلي. اوكي؟ يبقى دي بسميها هيلينج باي ريجنريشن. يبقى الاستراكشر هترجع والفانكشن هترجع، يبقى ما فيش احسن ايه من كذا. It is a good type of healing. تمام؟ Another example, healing of bone fracture. Bone fracture. كسور العظام. كسور العظام طبعا ده الكسر اهو. اهو ده الكسر. طبعا انت هترجعه هتكبره وترجعه زي ما كان على طول العظمه هتنقسم ترجع لك التركيبه حق العظمه وشكل العظمه زي ما كانت. ها؟ ليش؟ لانه الخلايا العظم ستيبل، اول ما يحصل كسر هتحاول انها تنقسم تغلق الانقسامات تعوض الخلايا الناقصه. يبقى هيلينج اوف بون ايه؟ فراكشر. يبقى رجعت التركيبه ولا ايش يا شباب؟ والوظيفه. It is a good type of healing. تمام؟ النوع الثالث healing by fibrosis. Fibrosis. احيانا بتوع الجراحه بيسموه ريبير. ريبير اصلاح. يعني اصلحه ما اقدرش اغير بداله حق جديده فبضطر ان انا ايه اصلحه. اوكي زي الكرسي لو تكسر اضطر ان انا ايه اصلح كده الكرسي هو نفس الكرسي بس اصلحه. اوكي بس ما بيطلعش احيانا زي الفل يعني. اوكي؟ وغالبا ما بيطلعش يبقى الاستراكشر هنا مش هترجع والفانكشن مش هترجع. يبقى the injured tissue is replacement of injured tissue by fibrous tissue. يعني هنعوض بايش يا شباب؟ بفايبرس tissue. يبقى لا الشكل هيرجع كما يجب ولا الوظيفه هتكون كما يجب. زي البنطلون لما يتخزق عليك تضطر انك ترقعه برقعة بيكون شكلها كده مختلف حتترك اثر يعني بغطت شويه غطت العيوب وكده ما يشوفوش جسمك بس يعني برضه هي بحد ذاتها عيب. ها؟ يبقى غطيته انت بنفسك مش نفس النسيج. يبقى لا التركيبه رجعت ولا الوظيفه رجعت. زي مثلا التهاب الكبد. ما حصل التهاب كبد مزمن ايش النتيجه؟ فايبرس تيشو. فايبرس تيشو لا بيقوم بوظائف الكبد يبقى الفانكشن راحت. تمام؟ والاستراكشر مش هتكون كما يجب لانه هيبدا ينقبض الفايبرس تيشو ويترك لك الليفر ماهوش كذا املس سطحه وكل حاجه هيترك لك ايه؟ مكلكع. يبقى لا الوظيفه رجعت ولا الاستراكشر رجعت. تمام؟ وانما عملنا هيلينج مش معقول نخلو مفتوح. صح ولا مش صح؟ زي الجرح ده لما تجرح رجع فايبرس تيشو مكانه. مش معقول يبقى كذا مفتوح، فبالتالي لازم ارقعه. ارقعه بايش يا شباب؟ بفايبرس تيشو. لا الشكل رجع ولا الوظيفه رجعت. تمام؟ وانما غطينا يعني فراغ، غطينا ايش يا شباب؟ غطينا فراغ. Is it good type of healing or bad type of healing؟ bad type of healing. ولانه bad type of healing انا دوري كطبيب ان انا اقلل النوع ده من الهيلينج. يعني احاول ان انا اقلله وامنعه قدر الامكان. تمام؟ واشجع الهيلينج باي ايه؟ باي ريجنريشن او باي ريزوليوشن. اوكي؟ يبقى ده دوري انا كطبيب. طيب ايه الفاكتورز بقى اللي هتخلي بعض التيشوز
يحصل لها ريجنريشن، بعضها ريزوليوشن، بعضها فايبروزيس. فاكتورز افكتنج تايب اوف هيلينج، فاكتورز factors affecting type of healing، نوع الهيلينج. يبقى انا كدكتور برضو علي اعرف الفاكتورز اللي تؤثر على نوعيه الهيلينج، بحيث الحاجات اللي بتؤدي الى فايبروزيس امنعها، والحاجات اللي بتؤدي الى ريجينريشن او ريزوليوشن اساعدها او اشجعها. اوكي، فلازم اعرف الفاكتورز اللي بتؤثر على الهيلينج. اول حاجه نمبر 1 severity of injury. severity of ايش يا شباب؟ of injury. اذا الانجري مايلد او تريفيال يبقى الهيلينج باي ريزوليوشن او ريجينريشن. يبقى لما يكون مايلد او تريفيال انجري، تريفيال انجري، يبقى النتيجه ريزوليوشن اور ريجينيريشن. زي التهاب اللي وزع على خفيف، يبقى حتروح الالتهاب حتبقى زي ما هي. التهاب نومونيا، عبينا الالفيولاي اكزيوديت، طيب ما لحقتوش انا بالمضاد الحيوي، تاخرت وكان الالتهاب شديد وكان لصالح الانفكشن، هيحصل تكسير للالفيولاي. ماشي يا شباب؟ لما يحصل تكسير للالفيولاي ممكن يحصل ابسس، خراج لانج ابسس، والخراج ده هيحصل له هيلينج باي فايبروزيس، يبقى تحول لفايبرس. شو يبقى لما يكون الانجري سيفير يبقى لصالح الفايبروزيس، لما يكون تريفيال لصالح الريجنريشن. سيفير فايبروزيس، فايبروزيس. انا ذير اكزامبل، لو حرقتك حرق بسيط هتحمر ويوجعك ويوم مش عارف ايه فتره او يجنجن احيانا، بس ايام معدوده هترجع الجلد زي ما هي كانه ما يحصل لك شيء. لكن لو الحرق شديد هيترك لك اثر، هيترك لك ايش يا شباب؟ هيترك لك اثر له فايبروزيس سكار. تمام؟ نفس الشيء لو واحد فقدت التريفيال انجري كده للسكين هيترك لك ايش؟ هيحصل ريجنريشن، مش هيترك لك اثر، ريجنريشن. طيب لو نزل السحب شويه وجرحت البيزمنت ميمبرين هيعمل لك فايبرس. يبقى السيفيريتي اوف انجري بتحدد نوعيه الايش يا شباب؟ نوعيه الهيلينج. يبقى علي ان انا اقلل السيفيريتي اوف ايش؟ اوف انجري. يعني لو حصل له نمونيا ما تباطاش، اديله مضاد حيوي سريع عشان يحصل له ريزوليوشن، لانه لو تاخر قد تتكسر الالفيولاي، وبالتالي بيحصل فايبروزيس. بيحصل ايش يا شباب؟ فايبروزيس. ماشي؟ يبقى اذا انا كطبيب اقدر اعدل، ما اخليش الايش؟ ما خليش الانجري هو اللي يقودني، اعدل فيه، ابطئه. اوكي؟ اثنين ديوريشن اوف انجري، ديوريشن اوف انجري. فترة الانجري دي اذا هو اكيوت غالبا بيكون ريزوليوشن اور ريجينريشن. طيب لو كرونيك فايبروزيس. وهذا قلنا زمان مشكلات الانفلاميشن، انفلاميشن لانه كرونيك دائما الهيلينج حقه بايش يا شباب؟ بفايبروزيس. يبقى لو حصل لك اكيوت هيباتايتس كسر لك كذا خليه من الكبد، ايش النتيجه؟ حترجع خلايا كبديه ريجينريشن. لكن لو طول الانفلاميشن اصبح كرونيك، ايش النتيجه؟ تليف كبد، فايبروزيس. اوكي؟ يبقى اذا دول تو فاكتورز افكتنج الهيلينج. الفاكتورز رقم ثلاثة، فاكتور رقم ثلاثة ثلاثة تايب اوف سيلز، تايب اوف سيلز، نوع الخلايا اللي في التشوك، هل هي قابلة ان يحصل لها ريجنريشن ولا مش قابلة؟ فبنقسم الخلايا الى ثلاثة انواع according to regeneration ability. cells classified into three types according to regeneration ability. number one labile cells. labile cells. labile cells. these cells are continuously divide. continuously divide.
تنقسم باستمرار. يعني تنقسم زي الابيديرمس، بتيجي دائما من تحت وبتطلع، والخلايا السطحيه بتروح وبتيجي بدلها من تحت زي الميوكوزا الميمبرين، برضه ذا سيم زي الشعر ذا سيم. اوكي، يبقى دي خلايا بتنقسم كنت زي البولمرو. دي سيلز ار كونتينوسلي ديفايد، فبالتالي لو حصل لها انجري سحبنا قربة الدم، قصينا جزء من الشعر، خدشنا الجل، على طول حيحصلها ايش يا شباب؟ ريجنريشن. حيحصلها ايش يا شباب؟ ريجنريشن. يبقى التايب اوف سيلز از امبورتنت. كمان البون مارو لما تاخذ جرعه كيماوي تجد كله نقصت، الدرم الحمراء والبيضاء والصفراء كلها نقصت. فتره كده ايام اسابيع تجد الكل رجع للايش يا شباب؟ للطبيعي، لانه ريجنريشن. ايش يحصل يا شباب؟ ريجنريشن. اوكي؟ يبقى هذا اول نوع اللي هو اللابايل سيلز، زي الابيديرمال سيلز، الموكوزر سيلز، زي البون مارو. اثنين ستيبل سيلز. ستيبل سيلز يعني خلايا مستقره. ديفايد اون نيد اونلي. ديفايد اون نيد. يبقى ذيس نوت ديفايد كونتينوسلي، وانما بات اون نيد. ها؟ زي خلايا البون. لو اتكسر البون هيحصل انقسام بالاستيوسايتس او الاستيوبلاست وتعوض لك الايه؟ البون الناقص. الكبد برضه ذا سيم. لو خد جزء من الكبد هيعوض الكبد، هينقسم يعوض لك الايش؟ الكبد الناقص. اوكي؟ يبقى دي سيلز ديفايد اون نيد اونلي، فبالتالي ايش بيحصل لها؟ ريجنريشن ولا فايبروزيس؟ يحصل لها ريجنريشن ويحصل لها فايبروزيس اكوردنج تو اذر فاكتورز. مثلا الكبد لو اصيب بالتهاب كبد حاد ايش النتيجه؟ ريجنريشن. لو اصيب بالتهاب كبد مزمن فايبروزيس. يبقى هنا هيأثر فيها دي الاثنين فاكتورز الاولانيه السيفيريتي والايش يا شباب؟ والديوريشن. يعني ممكن ريجنريت وممكن ايش يا شباب؟ ممكن فايبروزيس. لذلك انا عليك يا دكتور ان انا اشجع ريجنريشن فيها. ها؟ وامنع الفايبروزيس قدر الامكان. اوكي؟ مثلا عندك التهاب كبد فلازم اعالجك بدري. اخلوش يطول عشان ما يحصل فايبروزيس. سؤال مثال. يبقى دي كود ريجنريت اور ممكن تتحول لفايبروزيس لانها لها ليميتد ابيليتي. الديفايد مثلا كبد لو موت 100 خليه هي قادر في اليوم تعوض 20 خليه. لو قلت موت 15 حتعوضه بالراحه. موت ال 20 حتعوضه بالراحه. موت ال 30 حتعوض ال 20 ريجنريشن والثانيه ايه؟ فايبروزيس لانها لها ليميتد ابيليتي. ثلاثه النوع الثالث بيرمننت سيلز. بيرمننت سيلز خلايا دائما كود نوت ديفايد. كود نوت ديفايد ما بينقسموش لانه وصلوا لحاله الماتيوريتي، ما فيش سنتريول، ما فيش انقسام في الخلايا دي. So if degenerate or if killed or dead could not replaced by new cell. Fibrous tissue only. Fibrous tissue ايش؟ only. يبقى دي خلايا مش قادرة على الانقسام. Example cardiac muscle, skeletal muscle and neurons. يبقى دي هتعوض بخلايا اخرى. تمام؟ يبقى دي الفاكتورز affecting healing. تعالوا نتكلم عن healing of skin wounds. healing of skin wounds جروح الجلد. healing of skin wounds جروح الجلد نقسمها لقسمين according to healing process. على طريقة الهيلينج بقسم السكين وونز لنوعين، في جروح هتشفى بطريقة وجروح أخرى بطريقة إيش؟ أخرى. يبقى بقسم جروح الجلد according to type of healing into first intention wound أو primary intention wound. primary intention wounds أو secondary intention
wounds. Our primary healing wound and secondary healing wound. Our primary wound and secondary wounds. يبقى بقسم الجروح إلى نوعين according to healing process. بعض الجروح بتشفى بالبرايمري intention والبعض الآخر بالسكندري intention. يعني إيه برايمري intention secondary intention؟ intention يعني نية قصد. أوكي؟ يعني كيف نية قصد؟ أنا لما عملت لك الجرح ده الهدف إن أنا أشفيك. يبقى الجرح ده هيعمله جراح ميديكال بيرسون. اما الجرح ده هيعمله اي واحد. يعني دلوقتي انا لما قتلك زي ده انا لازم افتح الجلد. افتح البطن. عشان ادخل اشيل مين يا شباب؟ ازاي ده؟ يبقى انا كده عورتك ولا ما عورتكش؟ عورتك، ما انا ذبحت لك الجلد، عورت الجلد حقك. بس التعويره دي الهدف انك تشفى، ان انا اعالجك. مش ان انا اضرك. سميتها برايمري انتشن، ده النية من الاول مسبقه انك تشفى. اوكي؟ يبقى دي عبارة عن سيرجيكال وونز. سيرجيكال وونز جروح جراحية، يعني كلين نظيفة، يعني استيرايل معقمة باي سيرجون جراح. ليه يا شباب؟ جراح مستخدما آلة حد اسمها مشرط سكالبل. عشان هو اصلا نيته انه يشفيك، بعد ما عمل لك الجرح عمل لك العمليه هيجيب خيط يقرب التو ايجز بالخيط عشان يساعدك على الشفاء. يبقى الايج شارب لانها مقطوعه، شارب ايج، شارب ايج ابروكسيميتد نوت شولوس، مفيش فقدان للنسيج، مجرد مشيت المشرط. فين فقدان النزيف؟ في فقدان النزيف؟ ولا جايز انا اقدم؟ سهلة بس. يبقى نوتي شو لوس. ولما اجيت اخيط خيطته كده، يعني ابروكسيميتد ايج. ابروكسيميتد ايجز. يبقى كده. اوكي؟ يبقى ده جرح جراحي انت اللي عامله. يبقى ده هيحصل له هيلينج باي برايمري انتشن. برايمري ايه؟ انتشن. يبقى هيل باي برايمري، شوف ده عكسه تماما. باي اني بيرسون، باي اني بيرسون، باي شخص، واحد رجمك، واحد تنحك خبطه بصميل، بحديد، بزقاق، بسيف، قطعت نفسك بالسكين وانت تقطع البصل. ها؟ مشرط قصدي موس ملوث قطعت نفسك فيه. اوكي؟ يبقى اني اوبجكت حاد ولا بلاند. اوكي يبقى اني اوبجكت كلين نظيف ما فيهوش تراب، ديرتي قذر، ديرتي فيه بو تراب، فيه بو ذحل، فيه بو مش عارف ايه، فيه بو شويه لقاق من اللي خيط لك، او لو مثلا كده، او الشيخ اختفر عليه. انا ماشي. يبقى اذا ايه ده؟ ها اوكي ديرتي ستيرايل. يعني ايه ستيرايل؟ ما فيش بكتيريا. ايوه انت لابس جوانتي وحتى مش انت لابسه كمان، الممرضه هي اللي لبستك اياه. يعني عملت يود ومظبط امورك يعني. ها؟ يبقى ستيرايل هنا ايش عكس الستيرايل؟ كونتامينيتد ملوث، كونتامينيتد. بعده باي سيرجون اني بيرسون، وهذا ما قلنا فوق هنا. سيرجيكال وودز هنا نان سيرجيكال وودز، نان سيرجيكال وودز، نان سيرجيكال. واحد مش جراح مزين مثلا، نان سيرجيكال. اوكي او من نفسك قطع نفسك، نان سيرجيكال. اني بيرسون، اني بيرسون. اوكي سكالبل بمشرط هنا اني اوبجكت، اني اوبجكت سكين، زجاج، حجره، حديد، اي حاجه. اوكي يا شباب. طيب شارب ايج سكالبل، هنا قلنا اني اوبجكت. شارب ايج هنا ايش اللي اخباره؟ ها؟ الريجولار، يعني ايش؟ الريجولار مش شارب كده حاد، ريجولار. بس الريجولار خليها ايش؟ اوكي شارب ريجولار ايج، ريجولار ايج. هنا الريجولار
الريجولار ايج يعني كده مشرشر قرح، لكن هنا شارب. اوكي شارب ايج. بعده نوتي شولوس مجرد العدات المشرب، لكن هنا هرسه قسم لك قلب ما ينفعش انك تخيطه، هتضطر انك تشله. ها هذا حتقصه، يعني يبقى في تيشولوس تيشولوس تيشولوس. يبقى هذا ممكن تخيطه تقربه، هذا ما تقدرش تقربه، الخيط بعيد ما ينفعش تخيط. ماشي ابروكسيميتد ايدج كلوزد ايدج من هنا وايدلي وايدلي سيباريتد سيباريتد ايدج، يبقى الايجز بعيدة ما خيطتهاش. ها؟ لأنه رقبتك مش خيطة عشان ما بهرب. صار لمسها. أيوه. يبقى ده الفرق بين ايش يا شباب؟ بين البرايمري وود والسكندري ايه؟ خلوا بالكم. أي شرط من الشروط دي يضيع تحول للسكندري. يبقى لو مثلا معمول مثلا بموس ديرتي. والباقي كله مثلا موجودين الشروط يبقى سكندري، حصل انفكشن تحول لسكندري. فهمتوا؟ يبقى لازم عشان يكون برايمري ووند كل الشروط موجوده، يبقى ممكن برايمري ووند يتحول لسكندري ايه؟ لسكندري ووند. حصل انفكشن خيطته انت وكل هذا العمليه حصل سيبسيز، يبقى خلاص تحول لسكندري ووند، تحول لسكندري ايش؟ سكندري ووند. لازم كل الشروط تنطبق عشان يكون برايمري وون. اوكي يا شباب؟ نشوف الان الهيلينج، كيف بيحدث الهيلينج هنا؟ كيف بيحدث الهيلينج هنا؟ تمام؟ ستيبس اوف هيلينج ستيبس اوف هيلينج ستيبس اوف هيلينج. الان برايمري نتكلم عن ايش يا شباب الان؟ برايمري وون سيبس اوف هيلينج. تحت الميكروسكوب عامل كده ده الابيديرمس، ده القطع الجراحي بيبان كده جاب، رغم ان انا مربطه بالخيط، ده الخيط اهو مربوط انا اشوفه كده كده اشوفه ده بالعين، بس تحت الميكروسكوب جاب يبان جاب. ماشي انا بشوف الخلايا. طيب الخطوات الهيلينج نمبر 1 بعد ما خلاص انتم لو شفتوا اي واحد يخرج من العمليات مخيط كده صح؟ اتفق؟ يا سلام العمليه نظيف زي الفل. بعد 6 ساعات ايش يبدا؟ التهاب، يبدا يحمر يورم يحك، يبدا الالم حق الجرح. هنا لو فكيته هيرجع لانه انت مجرد مقرب اثنين اكياس مخده، شيل الخيط كل واحد يروح بعد حاله، ذلك ضروري من انفلاميشن عشان يترحم. طيب اول خطوه هيماتوما، اول خطوه ايش يا شباب؟ هيماتوما الدم، طبعا لان مقطعه كابيلاريز، لان مقطعه الكابيلاريز الكابيلاريز دي هتشل الدم، هتملي الفجوه دي دم كتله دمويه كتلة دموية. يبقى الجرح يغطى بكتلة ايش يا شباب؟ بكتلة دموية اسمها هيماتوما. هيماتوما. تكتب فوق عشان التصوير. هيماتوما. نمبر 1 هيماتوما. 2 بعد الهيماتوما ايش؟ ها؟ بتبدا ممكن دي او دي يعني بنفس الوقت، يعني بعد 6 ساعات ودي حتنتهي بعد 24 ساعة. بتبدا الانيثيليوم تلحق. ريجروث. اوكي؟ تبدا تلحق ايوه. بيحصل ايبيثيليالايزيشن. هل بنتقسم من ناحية ولا بنتقسم من ناحية؟ اهو. بيزمن ميمبرين بحطه بيزمن ميمبرين، بعد كده يلا نبني فوق نبني، وهنا قشفة. أنا
الحصول ده الريجنريشن اللي بيديرمس. الريجنريشن مين يا شباب؟ اللي بيديرمس. يتخلص بعد 24 ساعة الحكاية دي. فبسرعة. لأنه أنت مقرب جدا مقرب المكان. بالهيك. فخلال بعد 24 ساعة يكون كله مقفل بالإبيديرمس. تسمى ريبيزياليزيشن أو ريجنريشن أوف إبيديرمس. ريجنريشن أوف إبيديرمس. إبيديرمال سيلز. إبيديرمال سيلز. يبقى بعد 24 ساعة الجرح محمي. محمي من إيش؟ من التراب، من البكتيريا، من المية، من كل شيء. يبقى ممكن اشيل اللصقة، ما احتاجش اللصقة. يبقى بعد يوم ابكر الصبح اشيل اللصقة وخلاص. اصبح الجرح محمي. ما فيش خوف. اوكي؟ هذا في البرايمري وون. لكن احنا ما نشيل اللصقة، نخلي اللصقة. عشان تطمن. لا حصل خطر. كده يشعر كده بالدفء انه في حاجة تحميه. لكن اوريدي خلاص الجرح محمي. يعني ممكن ياخد دوش، ممكن اي حاجة. اوكي يا شباب؟ لكن ما يروح يغسلها لصقة كنت له محمي. يروح في حساس بالصابون ومش عارف ايه. ماشي. اوكي. يبقى بعد 24 ساعة الجرح ماله يا شباب؟ محمي. ثلاثة. بيحصل اكيوت انفلاميشن. بعد كم؟ افتر 6 اورز. بعد 6 ساعات من العملية بيحدث اكيوت انفلاميشن. اهو بيبدا يحصل فازو ديليتيشن للكابيلاريز اللي هنا او الاوعية الدموية اللي هنا اهو فازو ديليتيشن. تمام. تبدا تخرج منين يا شباب؟ كريات الدم الايه؟ البيضاء. اصبح مليان دي هنا كريات الدم البيضاء. يبقى الكلوت او الهيماتوما دي مليانه كريات دم ايش يا شباب؟ كريات دم بيضاء. ايش هدف الانفلاميشن؟ انه يخلصنا من الكلوت او من الهيماتوما دي. ها دي بسميها سكاب. الجزء ده من الناس ما سكاب سكاب قشفه سكاب. ودي بقيه الهيماتوما دي هتبدا الانفلاماتوري سيلز الفاجوسايتس تاكلها لانه ما لهاش دور. مجرد اللي هي غطت المكان الديفيكت والان اصبحت عائق امام الهيلينج لازم تخلص منه. فتبدا كره الدم البيضاء تحصل فاجوسايتوزيس اوف كلوت اور هيماتوما. تمام. يستمر الانفلاميشن من 6 ايام ينتهي كده على 3 ايام كل الامور زي الفل. يعني يكون مهمر مورم كل حاجه اذا كنت تشوفه بعد 3 ايام الامور هديت معهمش نفس التورم نفس الحمار نفس كده. الانفلاميشن خف. الانفلاميشن ماله؟ خف. تمام. يبقى افتر 6 اورز يحصل اكيوت انفلاميشن الهدف منه فاجوسايتوزيس اوف هيماتوما. طيب هيبدا يحصل فاجوسايتوز الهيماتوما اهو. طبعا المنطقه دي مالها؟ فاضيه كده ما ينفعش. بتيجي مين؟ بتيجي الفايبروبلاست يعبي الفراغ ده. يبقى تيجي الفايبروبلاست اربعه فايبروبلاست بروليفريشن فايبروبلاستيك بروليفريشن اند deposition of collagen. يعني كل ما تيجي كرة الدم البيضاء تاكل ترطب تيجي تسكب بداله ايش يا شباب؟ كولاجين غرام. بدل ما كان ماسك بدم كتلة دموية اصبحت مغري في غرام. And deposition of collagen. يبقى اصبح كولاجين اهو بدل ما كان دم كولاجين. يبقى دول ياكلوا اهو ودول الفايبروبلاست وراهم على طول بيحطوا من يا شباب؟ بيحطوا الكولاجين. بعد 3 ايام بالضبط بيكون الهيماتوما راحت واصبح بدال ايش يا شباب؟ كولاجين غرق. يبقى الان الجرح ماسك بغرق الان مغرق. يبقى اقدر افتح الخيط الان اشيل الخيط. يبقى اقدر افك الخيط الان خلاص ما لوش لازمه. اوكي؟ بس احنا ما بنفكوش. على حسب المكان. على حسب ايش يا شباب؟ المكان. لو في المنطقة اللي هنا في الوجه غالبا بشيله بعد 3 ايام. ما عادلوش لازمة. لأنه لما يبقى الخيط بيترك أثر بعد كده. في مناطق حساسة. ها؟ فغالبا بشيل الخيط. هنا برضه بشيل الخيط في الفم. أوكي؟ طيب هنا ممكن أقول له 5 أيام.
ليش؟ لانه في شويه كذا لفتات بالرقبه مش عاوزين الكولاجين ده في النهايه هو صمغ ممكن يفك مني. ها يبقى اديله كمان الخيط ده يساعده كمان يومين زياده. في الباطن اسبوع الى 10 ايام ما بفكش الخيط. ليش؟ لانه ادي فرصه اكثر انه يكون الجرح ماله ماسك بشكل ايه؟ اقوى. اوكي؟ لانه فيها سترين في الباطن، تروح الحمام ها تقوم تسعل ها لما فيش خيط فك الخيط عليه. سالم صح؟ عبينا برضو 5 ايام تكفي، ما يحتاج، ما في سترين، ما في سترين على القلب. لكن اهم حاجه البطن، اهم حاجه يا شباب البطن. لكن عموما بعد 3 ايام بيكون الجرح مليان غرق، اقدر افك الايش يا شباب؟ الخيط، وازود المده واقللها على حسب المكان. اوكي؟ طيب يبقى الان معانا كولاجين مال المنطقه دي بشكل سريع. طيب بعد كده رقم 5 بيبدا يدخل، طبعا خلاص ما فيش الان انفلاميشن، راح الانفلاميشن حاجه بسيطه، بس شوف في انفلاميشن بس عالوش الحمار والايديما والكلام ده خلاص راح. يبقى هنا انا ممكن ايه افك الخيط خلاص، ما عاد فيش خيط ولا حاجه، لانه ممكن يتسبب لي في الانفكشن عن طريق الخيط، ممكن يترك اثر، خلاص اشيله. اوكي؟ طيب بعد كده بيدخل الوود، بعد اسبوع بيدخل في مرحله من حاجه اسمها ريمودلينج. ايش يا شباب؟ ريمودلينج. ريمودلينج اللي هو اعاده ترتيب. طبعا الان انا مغرم جرحي، لو فكيته بعد 10 ايام مثلا وهو لاصق خلاص اوكي لاصق مش مشكله، بس لو حملت حاجه ثقيل، لو بدأت تمارس اي حاجه فيها عنف حفك في النهايه غرق. صح ولا مش صح؟ فيبدا الجلد يدخل في عمليه طويله بسميها الريمودلينج، تمتد من اسبوع لست شهور. اوكي؟ ايش الريمودلينج دي؟ طبعا الغرة ما ينفعش بالشكل ده. غرة ما ينفعش بالشكل ده. عامل زي ايه؟ زي الشارع حق الدائري. كله حفر. عشان اخلي الناس يمشوا اروح ساكب خلطة. صح ولا مش صح؟ بس لازم يكون عندي خطة انه اكون انا مجهز نفسي ان انا اصلح الشارع خلال اسبوع ده او كده. وانما دي بس عشان الناس تمشي. اوكي؟ طيب. عشان اصلح الشارع لازم اكسره واشيل الخلطه اللي حطيتي وابدا احط حدايد وابدا مش عارف ايه، المهم ارتبه بطريقه ايش يا شباب؟ معينه بحيث تحمل الضغط. ها؟ نفس الفكره في جسم الانسان. بيبدا هنا بتيجي الماكروفاج بتبدا تاكل الكولاجين ده. اكل الكولاجين ده. من هنا ومن هنا وتبدا الفايبروبلاست تمتص موازيه للجلد. الفايبروبلاست، طوابير الفايبروبلاست عشان تربط. ماشي يا شباب؟ تبدا تفرز شيوط الكولاجين بشكل موازي مش عبثي. اوكي يا شباب؟ وهكذا كل يوم تعمل مرحله. تيجي الفايبروبلاست تبدا تفرز كولاجين. شيوط الكولاجين اليوم اللي بعده وهكذا تستمر تا 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 ولهنا. اوكي؟ يبقى طوابير فايبروبلاست وتربط لك من هناك لهناك وتبدا تفرز ايش يا شباب؟ كل شيء. بشكل موازي للجلد. استمر 6 شهور الحركة دي. اوكي؟ بس ربطنا الآن من هناك ايش؟ لهناك من عند السليم. ها. بدي نسميها عملية ايش يا شباب؟ ريمودلينج، بتيجي الماكروفاج تنظف والفايبروبلاست يترتب وتفرز كولاجين. طبعا مين اللي بيفرز الكولاجين؟ فايبروبلاست. عشان الكولاجين يكون كويس قوي بتبدا تفرزه اول حاجه برو كولاجين بعدين يتحول لكولاجين. تمام؟ محتاج فيتامين سي. فيتامين سي طبعا الكولاجين عباره عن سلسله طويله من الهيدروكسبرولين، هيدروكسبرولين جنب هيدروكسبرولين بوليمر.
اوكي. طبعا بيبدا اول حاجه يكون برولين 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 برولين، ده ضعيف سهل انه ينقطع. فتيجي الفيتامين سي بيحول البرولين الى هيدروكسي ايه؟ برولين. تبدا الروابط تكون قويه. وهذا دور فيتامين سي في الهيلي. اوكي؟ يبقى في تصنيع الكولاجين، في تصنيع ايش يا شباب؟ الكولاجين. طيب بعد الريمودلينج بيحصل كونتراكشن. سته سكار كونتراكشن. كونتراكشن. في سكار بسيط اهو بس بيبدا يحصل يا شباب كونتراكشن. لانه من خصائص الكولاجين مع الوقت يبدا يحصل شورتنينج. بدل ما كان طويل كده يبدا يقصر 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 يقصر، يعني ايه؟ يقرب الجرح اكثر وايه؟ واكثر. يبقى بدل ما كان كاف الجرح اصبح مجرد كده خط مكان الجرح. ظبطوا ظبطوا ها؟ العتلات شد 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 خلاص ها؟ للنهايه. يبقى هذه خطوات الايش يا شباب؟ خطوات الهيلينج. يبقى بعد 6 شهور تقدر تمارس الرياضه، تمارس حمل الاثقال، تمارس كل شيء كما كنت، لكن مش بنفس القوه. خلوا بالكم ما زالت منطقه ضعيفه عن اللي حواليها. كم تصل القوه بعد 6 شهور؟ الى 85%. من يبقى ما زال الجلد الطبيعي اقوى من الايش؟ من منطقه الايه؟ الاسكار. منطقه ايش يا شباب؟ الاسكار. اوكي؟ دائما اقول لكم ايش؟ الهيلينج باي فايبروزس وحش، بس انا الان كجراح ما خليت الفايبروزس حاجه بسيط، لكن لو خليته كل لوحده يكون كله سكار، منطقه كبيره ضعيفه. لذلك انا قللته لما حاولت اخيط وقرب وعملت كل الحاجه ذي وخليته نظيف له سيرجيكال وون. سيرجيكال ايه؟ وون. يبقى انا قللت السكارين. قللت ايش يا شباب؟ السكار. يبقى قلنا بعد 6 شهور هيعود الجرح لقوته بنسبة 85%، مهما جلس بعد كذا ممكن يوصل ل 90%، عمره ما يرجع لنفس القوة الطبيعي، لأنه فايبرس. شو فايبرس ايه؟ شو ده على مستوى الجلد. فخلي بالك لو على مستوى العضلات، لو اللي قطعت عضلة وبالتالي رجع بدال ايش يا شباب؟ فايبرس ايه؟ يبقى منطقة ضعيفة أكثر وأكثر تعتبر. أوكي؟ لذلك لجأنا الى ما يسمى جراحه المناظير. جراحه الايه يا شباب؟ ايش كل فلسفه جراحه المناظير؟ ايش الميزه يعني عن الفتح؟ لما افتحت اعمل لك جراحه مناظير، ايش كل الفكره؟ الفكره ان انا اقلل الجرح الاسكار. هناك بدل ما افتحك 5 سم للزايده اعمل لك 1 سم 1 سم 1 سم وادخل اشيل الزايده. بعد كده فبالتالي قللت الاسكار. قللت الديفكت في الابدومين. خليت الابدومين ماله؟ مش ضعيف قوي، يعني حاجة بسيط، كلام فاضي يعني. لكن لما يكون قط كبير اسكار يبقى انتهى. معناته انه حيكون منطقة كبيرة ضعيفة في الجلد. خاصة لو قطعت عضلات، خاصة لو قطعت ايش؟ عضلات. بالتالي دي فلسفة جراحة المناظير على كلمة واحدة في الباثولوجي. اللي هو الهيلينج. اللي هو ايش يا شباب؟ الهيلينج. يبقى مش لأنه المناظير أفضل، لا، وإنما انت هنا حتترك ديفيكت في الابدومين. ديفيكت ده شكله مش حلو، خاصة بالبنات صح ولا مش صح؟ او بالرياضيين والرياضيات ها؟ يعني ما ينفعش تجي وهي مشتوح هنا ومشتوح هنا، علامات صح ولا مش صح؟ يبقى جماليا كمان قوة الايش؟ قوة جدار الايش؟ الباطن. يبقى دي فلسفة جراحة الايش يا شباب؟ جراحة المناظر. اوكي؟ طيب تعالوا نشوف بقى السكندري انتنشن، الهيلينج في السكندري انتنشن خطواته. نكبر بس المكان. موسع. خطوات الهيلينج. خطوات الهيلينج نمبر 1 ايش؟ هيماتوما. يبقى هذه هيماتوما تملل الجرح ده، تخفل الديفكت. تنزف بعدين تخفل يحصل بروتين، بروت اهو. قفلت المكان خلاص ما عاد فيش نزيف دم ولا حاجة. فنمبر 1 هيماتوما. طبعا هي هيماتوما تقفل الجرح، تمنع النزيف، تمنع البكتيريا لو عادية، تمنع التلوث، فغطاء غطاء رباني. اوكي؟ هيماتوما. اثنين ايش هي الخطوة الثانية؟
ما ينفعش الريق بثريزيشن هنا تقول ما تقولش خالص. يبقى ما هذاش الخطوه دي الريق بثريزيشن، لانه دي حتقول له يلا واحد اهم خلصت ال 24 ساعه، خلصت اليوم الاول مسافه بعيد، بالقرح ما زال مفتوح، القرح ما زال عرضه للتلوث، ما زال عرضه للميه والغبار. بس ما ينفعش ان انا اليوم الثاني اجي افتحه، يبقى اخليه عليه غيار مغطيه. قول له جيلي بعد يومين اغير لك، افتح اشيل الغيار انظف عقي ميوت واحط غيار ثاني، وهكذا غيار ورا غيار، غيار احنا نغير له اسبوع اسبوعين ثلاثه اسابيع اربع اسابيع شهر شهرين سنه، غيارات طول ما القرح مفتوح. يبقى هنا غيار ورا غيار، اجي اشوف كذا القرح عقم بيوت غير عليه غطي. ليش يغطي؟ لانه مفتوح. غير الثاني، الثاني كنت بعد 40 ساعه ممكن يشل اللصقه خلاص انتهينا. يبقى هذا اول فرق، ما فيش ريبثيلايزيشن. لذلك لما يكون القرح كبير، فتحه كبيره حفره كده، حفره مثلا، ده لو جلست انتظر بقى لما يحصل ريبثيلايزيشن، انتظر سنة ممكن انتظر سنتين ما فيش فايدة، يجلس على قليل قليل طبعا ترك لك اثر بشع. فبساعد الجلد، بروح اعمل له زراعة جلد، الحفرة دي اروح اجيب جلد مغطيها كده، ها ماشي. بس متى احط الجلد الزراعة؟ نشوف دلوقتي، مش دلوقتي، دلوقتي عليه متهمة، ما ينفعش ان انا احط زراعة جلد دلوقتي، الجو مش مناسب لزراعة الجلد دلوقتي. اوكي، يبقى اول خطوه هيماتوما. خطوه ثانيه اكيوت انفلاميشن، اكيوت فازو ديليتيشن اوكسيديشن، تخرج الفايبرين، تخرج لك مكونات البلازما، تخرج لك كريه الدم الايش البيضاء. هنا كرة الدم البيضاء غزت الهيماتوما كلها لأنه المسافة إيه؟ قليلة، لكن هنا ما ينفعش إنها تغزي لها الوسط. إيش اللي حيخليها تتحرك؟ قدامي كتلة زي الجيفة تراب، كتلة من التراب، أكيد العمال هيحفروا من الأطراف، مش معقول هيدخلوا وسط التراب، صح ولا مش صح؟ يبقى هنا هيحفروا دول وظيفتهم إنهم يحفروا التراب ده، الكتلة الترابية دي أو الهيماتوما دي، تمام؟ يبقى اهو ده العمال تراك 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 حفروا نظفوا اهو خلاص، هنا ما عاد فيش دم، نظفنا. طيب ده التراب اللي كله احنا عملناه، عاوزين ننقله نوسع نشيل ننتقل للمرحلة اللي بعده. المرحلة اللي بعده عاوز طرق، عاوز ايش يا شباب؟ عاوز طرق كابيلاريز عشان ينتقل الجنود، تتقدم لمنطقة ايه؟ لمنطقة ثانية. ما ينفعش تتقدم بدون غذاء بدون سلاح، هتموت من العطش والمية، من العطش والذخيرة اللي بدها تخلص عليك. انت تقرب تقدر يمدنك، بعد ما يمدنك على خطوات ثانية تتقدم حاجة بسيطة، مش تكور كورة من كور بعدين تموت، لا تسكت ترجع ولا تسكت كمل، صح ولا مش صح؟ ده اللي بيحدث في الهيماتوما دي. يبقى اول خطوه اكلوا البريفري. طيب ما ينفعش يبقي فراغ، مين تيجي وراهم؟ فايبرو بلاست، الفايبرو ايه؟ بلاست. يبقى المنطقه الفاضيه دي هتتعبى بالفايبرو بلاست. بس في خطوه قبله هتبدا الكابيلاريز اللي هي الطرقات، يبدا يحصل انجيوجينيسيز. شوفوا ايش اللي بيحدث. الكابيلاري اهي، شوفوا يا شباب، يطلع كده اهو، تبدا تلف كده ترجع اهو، عملت لوب، ها لفه، تمام. ليش؟ عشان هنا كرة الدم البيضاء تنتقل للمرحلة اللي بعدها اهي، تبدا تخرج تطلع لحين المرحلة اللي بعدها بانجيوجينيسيس. انجيو ايش يا شباب؟ انجيوجينيسيس.
واللي هيعمل نفس الحركه. هنا بتيجي معدات الحفر، هنا بيروح ايش؟ البوارد اللي مليانه تراب ترجع لك. ها يبدا ياكل، ياكل الهيماتوما دي. ماشي؟ يبقى سول سنين. ايش الخطوه الثانيه يا شباب؟ ايوه قلنا اكيوت انفلاميشن، اكيوت انفلاميشن. بعد رقم ثلاثه ايه يا شباب؟ جرانيوليشن تشو. يبقى ده يسمونه جرانيوليشن ايش يا شباب؟ النسيج المحبب، النسيج الايش؟ المحبب. ده الكابيلاريز تنمو تمام؟ تبدا هنا خلاص كرة الدم البيضاء تنتقل لمرحلة بعدين، المرحلة اللي بعدين. إذا ماذا بسميه النسيج الايش يا شباب؟ النسيج المحبب، النسيج المحبب ده مغطى بالكتلة الدموية القشفة سكاب. بالسكاب. الكتلة الدموية. قشفة. اوكي؟ اللي بدو له حدود اللي بده. قشفة دي زي ما هي متقحش، خلي ما هي مغطى. ها؟ لو شلت القشفة دي فانت قروشي هتبدا ينزف من جديد ويكون لك قشفة ثانية مكان القشفة. طيب أول ما تشوفه نظرت كذا للجرح، إيش بتشوف؟ القاعة حمراء محببة زي الفراولة، بسميه جرانيوليشن تشوف. جرانيوليشن إيه؟ تشوف. يبقى إذا لو شلت القشفة هتشوف تحته الجرانيوليشن تشوف. فما هو الجرانوليشن تيجو؟ او اوصف لي الجرانوليشن تيجو. جروسلي ريد جرانيولر مويست رطب. اوكي اوزين ينشر ينشر. لو عملت له خبطه ينزف ايزلي بليدز اون تاتش. ترى عم تقول بالفاين كده تشوف دم طلع لك دم لانه نيو كابيلاريز ضعيفه بدون بيزمنت ممبرين حتى. يبقى ايزلي بليدز اون تاتش كفرد باي سكاب. لو شليت السكاب دي هينزف هيكون سكاب ثانيه بدالي. اوكي يبقى اذا دي مواصفات الجرانيوليشن تيو. ريد جرانيولار مويست اوزنج ها ستيكي. لا من صباعك كده انت كنت انه يمسك فيها فايبرين. اوكي ايزلي بليدز اون تاتش انسنسيتيف ما بيحسش لانه يعني ما فيش هنا اعصاب. ما ذكرناش هنا سيره الاعصاب، اعصاب هنا بس مش في الجرانيوليشن تيجو. يبقى انسنسيتيف لذلك انا ممكن اكوي بالكاويه احرقه ما فيش الم. اوكي؟ يقول لك ها كان في بقرحه في عنق الرحم يقول لي كاويه. ايوه كوني لانه ما تحسش. ها؟ حرقني بالليزر، حرقني باي حاجه. ماشي يبقى انسنسيتيف. يبقى دي خواص الجرانيوليشن ايه؟ تيشو. يبقى مرحلة الجرانيوليشن تيشو متى يبدا يكون واضح؟ بعد ثلاث ايام. بعد ثلاث ايام بيبدا الجرانيوليشن تيشو يكون واضح. لو شليت القشفة على اقل جرح يبان. يبقى اذا الجرانيوليشن تيشو على طول باستمرار. يعني واكل بتجي الفايبروبلاست تحط كولاجين. الان خلاص المنطقة دي فاضية بتجي الفايبروبلاست تحط كولاجين. غرق. غرق اهو كرة الدم البيضاء حياكلين حينظفين. ايش النتيجة؟ بصوا نظفت الان كرة الدم البيضاء نظفت المنطقة دي نفس الفكرة كابيلاريز تنمو اهي انذر نوبس انذر نوبس اهو ماشي مفهومة ولا مفهومة؟ مفهومة صح؟ اهو طبعا المنطقة الفاضية دي هتعبى كل شيء كل شيء اهو المنطقة الفاضية دي كل شيء فراغات دي كل شيء
كل جيم كل جيم كرة الدبل البيضاء هتتقدم. وتستمر الايش يا شباب؟ العملية. طبعا هنا الابيديرمس برضو ايش؟ ايش جالس يتفرج؟ الابيديرمس برضو ايش؟ يحاول انه يلحق شغال بس بعيد المسافة. كل يوم يحاول. ماشي يا شباب نعمل له بزمل من بريم بس ما يقدرش يعمل انقسامات لفوق لانه مش هينقسم الا لما يصير الثنتين مع بعض هيبدا ينقسم فوق فهمتم؟ طيب يعني في سباق مع الزمن يبقى دي الجرانيوليشن تشو علامة وجوده طبعا مايكروسكوبيكالي من ايش مكون الجرانيوليشن تشو؟ من نيو كابيلاريز انفلاماتوري سيلز وفايبروبلاست وكولاجين يبقى ده تحت العيش يا شباب تحت الميكروسكوب جروسلي ريد جرانيولار مويس اوزنج انسنسيتيف كفرد باي سكاب لو شلت السكاب هيعمل لك سكاب ايه تانية هينزف يعمل لك ايه سكاب تانية مايكروسكوبيكالي ها عبارة عن نيو كابيلاريز تمام وانفلاماتوري سيلز وفايبروبلاست وكولاجين يبقى ده تركيبة جرانيوليشن ايه تيشو ماذا يعني وجود الجرانيوليشن تشو؟ انه الهيلينج بروسيس جوينج اون ها؟ انه عملية شفاء شغالة، عملية شفاء يا شباب؟ شغالة، يعني حلو ولا وحش؟ حلو، معناته انه الجرح يحيى طيب لو ما قالوش الجرانيوليشن تشو؟ معناته انه الهيلينج زي الزفت زي القدم السكري لو ركزتم لو رحتم هنا القدم السكري بيقعدوا ياخذوا النسيج الميت لما يلقوا النسيج الاحمر اللي ينزف اللي هو الجرانيوليشن تشو يوقفوا لانه ده نسيج حي هنا يحصل شفاء اوكي يبقى دي علامه من علامات الشفاء انه الهيلينج جوينج اون شغال طيب لو قلنا الجرح كبير قد في جرانيوليشن تشو هنا ممكن ازرع جلي هنا ممكن ازرع ايش يا شباب اشيل القشفه دي واحط بدلها جلد لانه الجلد اللي احطه هيتغذى منين من الجرانيوليشن ايه تشو يبقى ده وقت الزراعه لو تزرع جلد اوكي يا شباب؟ ايوه يبقى علاماته معناته انه الهيلينج جوينج اون معناته انه في تغذيه دمويه كويسه معناته انه الامور شغاله زي الفل ومعناته انه ممكن اعمل ايه؟ اعمل زراعه جلد واشمل زراعه جلد. اوكي؟ يبقى الان جاهز. عشان اساعد عشان اساعد السكن قصدي الهيلينج عشان اساعد الايش؟ الهيلينج. استمر العمليه قلنا للنهايه كده خلاص بعد كده اسبوع او كذا شهر الامور زي الفل. دي وصلت لهنا بدأت بعد كده تنقسم تطلع فوق خلاص اهو شوفوا الان غطت السكين وهنا الجرانيوليشن تشو بدأ يقل ها ماشي وترك لك كتلة كبيرة من ايش يا شباب ها من الكولاجين من ايش؟ من الكولاجين ففي الأول يكون الجرح والجسم محمر مورم فترة طويلة بعد كده يبدا يصبح باهت لانه الكابيلاريز راحت خلاص حصل لها انكماش رجعت لحجمها الطبيعي ما عاد فيش فازو ديلتيشن الكابيلاريز خلاص راحت اهو اهو تمام وترك لك كتله كبيره من الكولاجين كتله كده الفايبروبلاست بدات تتحول لفايبروسايت محبوسة هنا بين الكولاجين هنا واحدة وهنا واحدة وهنا واحدة ماشي يا شباب الكابيلاريز راحت كرة الدم البيضاء كل واحد راح لحاله خلاص كده خلصنا الشفاء ها تمام يبقى دي سمينا هنا يبقى أربعة إكسس كولاجين ديبوزيشن يبقى النتيجة يا شباب كولاجين كتير كولاجين ايش؟ كثير يبقى لونج ريموديلينج لونج ريموديلينج يبقى الريموديلينج هياخد وقت كثير بقى ليش؟ هتيجي الهيستيوسايتس تاكل تبدا الفايبروبلاست تترس تمام يا شباب ويبدا يترس شوط الكولاجين بشكل موازي تمام وتربط من هنا لهنا اهو 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 هياخد اكثر من 6 شهور ممكن ياخد سنه ممكن ياخد سنتين ممكن ياخد 3 سنين ها؟
لذلك انت لما توسم واحد او تجرح واحد ما يسم يكون كذا كبير طالع كذا باين، مع الوقت تجده قل 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 اصبح فلات واصبح كمان قليل. ها ليش اللي عمليه الريمودلينج والكونتراكشن يقلل الجرح، بدل ما كان كماسك كذا ماسك يصبح صغير، بدل ما كان منفوخ يصبح قليل، لانه كل جين ده حصل له ريمودلينج. حصل يا شباب ريمودلينج اهو، يبقى لونج ريمودلينج اهو. واخر حاجه سته كونتراكشن، وند كونتراكشن، وند كونتراكشن. طبعا لانه المسافه كبيره يبقى لما يتعمل كونتراكشن هيعمل ايش؟ بهدله، ممكن لو هنا يحصلك كده ممكن، ماشي؟ كونتراكشن. يبقى دي خطوات ايش يا شباب؟ سكندري انتنشن. سكندري ايه؟ يبقى ياخذ لونج تايم، اللي بيثلاليزيشن يتاخر، في جرانيوليشن تيشو كولاجين كتير، ريمودلينج اطول، كونتراكشن اشد. اوكي يا شباب؟ يبقى دي الفرق بين البرايمري انتنشن والسكندري ايه؟ والسكندري انتنشن. يبقى انا وظيفتي كجراح او كانسان طبيب ان انا اقلل الهيلينج باي سكندري ايه؟ باي سكندري انتنشن، لانه يترك سكار. يترك ايش يا شباب؟ سكار كبيره ممكن تكون بشعه، تمام؟ منطقه ضعيفه. فوظيفتي انا اخلي على الاقل برايمري انتنشن. برايمري ايه؟ انتنشن. طيب هل ممكن احول جرح سكندري انتنشن الى برايمري انتنشن؟ لا. إيه ممكن؟ مش احيانا واحد يرجمك بالراس يعمل لك فجحه، ايش يقول لك اصحابك؟ ها؟ تعال نروح نخيطه، نروح ايه؟ نخيطه. طيب ما هو اصلا الدم خلاص وقف، قد في كشفه. والهيلينج حيمشي جون جون، حي الامور حتمشي يعني بدون ما تحصل له تروح للجراح تضيع وقت. أما ليش يروح عند الجراح؟ عشان يحوله إلى برايمري انتنشن، خاصة لما يكون في الوجه. يعني لو في حتة ذبحة صغيرة هنا بالوجه، روح خيطها، روح ضروري. ما هو خلاص الدم خلاص وقف، ليش حد أنا أروح؟ الدم وقف. لا بس بيترك أثر، عشان ما يترك أثر خليه يخيطها التجميل، يقرب لك عشان ما يبانش. يبقى يحوله من سكندري انتنشن إلى برايمري إيه؟ إلى برايمري انتنشن. كيف أحوله بقى إلى برايمري انتنشن؟ الآن واحد دقة مفقوع، الفقحة دي حقه فقحة. براس يروح عند الجراح يروح شط شط، ها؟ ولو في زيادات يشله، لو في تراب يشله ينظفه، يعمل له ما يسمونه ذا هيدروجين بروكسايد، يقعد ينظف بالجرح، تمام؟ لو في نسيج مثلا مهروس يشله ما يحتاجش، بعد كذا يروح شت 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 مقربه يحوله لكذا، وروحك البيت انت معمول كذا بدل ما كان مفقوع كذا. يبقى انا حوله للبرايمري ايه؟ للبرايمري انتنشن، يبقى حيخضع لكل القواعد حق الهيلينج حق البرايمري ايه؟ فهمتوا مش فلسفه زي ايش خلوك تخيط؟ ايوه ولا انت اوريدي الدم وقف خلاص هيحصل له هيلينج. انت روح خيطه عشان ما يترك لك اثر، روح خيطه هنا خيطه قربه، لانه هيكون ديرتي وكل حاجه هيطور ويعمل لك اثر ويكون شكلها بشع. هذه فلسفات ليش يخليك تروح تخيطه. يبقى انا بقول لك يلا الحق حوله البرايمري ايه؟ لبرايمري انتنشن. طيب هل ممكن البرايمري انتنشن تحول لسكندري انتنشن؟ يس. بقول لك العمليه قيحت قيحت، يبقى سكندري انتنشن خلاص، سكندري انتنشن. اوكي يا شباب، العمليه فكت، الخياطه فكت، خلاص سكندري انتنشن. ما دام ما هوش لاصق كده يبقى سكندري انتنشن، حتى لو كان برايمري في الاول معقم ونظيف وكل حاجه، بس ما دام فك الخيط دخلنا في سكندري ايه؟ انتنشن، يعني جرانيوليشن تيشو، يعني لونج ديوريشن، يعني عرضه للايه؟ للانفكشن. ما فيش مثلا كل مشاكل السكندري ايه؟ سكندري انتنشن. يبقى مين ممكن البرايمري يتحول لسكندري؟ ممكن السكندري يتحول لايش يا شباب؟ لبرايمري، ماشي؟ طيب كومبليكيشنز اوف ووند هيلينج، هي قصه جراحه يحصد ايش؟ جراحة. اللي قالوا شو يدرسوا الجراحة مع الايه؟ مع الباثولوجي. يحصد جراحة فرز. طيب بتشفع السكندري انتنشن، تشلها ولا تخليه؟ ها؟
القش فيها حق السفنن. ايوه نخليه ولا نشله؟ على حسب. افرض انه مثلا واحد خلاص ما خيطش القرح وقال لك بعد يوم يومين قال لك مزهدك عامل قشفة خلاص قشفة وكل حاجة. القشفة دي ملوثة ولا نظيفة؟ ملوثة صح ولا مش صح؟ غالبا تجدك حتى تشتي تنفصل تشتي تبتعد من نفسه قد في تحت صديد يبان لها بدي لازم تنشال تنظف وتعقم وتغطي. فالأول ما غطاهاش خلاها ملوثة. طيب بعد كده خلاص تفك اليوم اللي بعده نظيف تنظف وتغطي تنظف وتغطي غير بس. يبقى متى تشل ليه؟ لو تلوثت. لو ايش يا شباب؟ ايوه قد شوفي قد تهتز معلش قيمة شيل نظف عقم غطي. اوكي يا شباب؟ كومبليكيشنز of wound healing. Healing. Number one. Complications طبعا بتكون اكثر في السكندري ايه؟ في السكندري انتنشن. تمام؟ طيب. لو واحد عملت له برايمري انتنشن وخيطت كل حاجه فاول كومبليكيشن بيحصل له يا شباب انفكشن. انفكشن يعني هيحوله سكندري ايه؟ انتنشن. اثنين ممكن العمليه تفك. ها؟ تفك. يبقى ده كان كده مخيط تمام تجد انه الخيط خلاص مع كده الحوت ماشي كده معيش معيش كده. عمليه فكت. ليش تفك العمليه؟ ما خيطش بقوة. ها؟ يعني جلس يشد كده بالخيط خلاص وربط خطأ. طب لو ركزتم لما نجي نخيط كيف نخيط؟ صح؟ ها؟ مش صح ولا مش صح؟ ركزتم بالحركة دي؟ ها؟ صح ولا مش صح؟ عشان ما يحصلش انه العمليه تفك يبقى ديهيسنس يسمونه وون ديهيسنس. وهذا من سوء الربطه. من سوء ايش يا شباب؟ من سوء الربطه. او يكون احيانا سبب الوون ديهيسنس انه جاي يخيط متاخر على منطقه ملتهبه. يعني تاخر ما راحش على طول يخيط تاخر مثل اليوم الثاني الدنيا ملتهبه مورم اديما فراح يخيط هيفك اكيد صح ولا مش صح؟ اصلا لو شد شقطع القلب فبالتالي بيخيطه بالراحه يبقى دي هي سنس. المفروض انه يروح للالتهاب كل حاجه يرجع يخيطه ويقصه من جديد يقص الملتهب يخيط قلب نظيف على قلب نظيف. اوكي يبقى دي هي سنس. ثلاثه ممكن يحصل انسيجنال هيرنيا. انسيجنال هيرنيا هيرنيا فتق جراحي. فتق ايه؟ جراحي. خاصة لما يكون في قطع للعضلات. خاصة لما يكون في قطع لايش يا شباب؟ للعضلات. طبعا احنا في 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 الجراحة ما بنشتغل زي الجزارين. الجزار طبعا يكون ثور خلال ساعة يكون شرحه اخر تشريح. صح ولا مش صح؟ لأنه جزار. ايش بيعمل؟ قلبه ها؟ قطع لك ايد. ماشي ما انت السطور. لكن احنا مشرط نبدا باول حاجه الجلد سكن سوبرفيشال فاشيا ديف فاشيا ماسلز دريتون كل طبقه لوحده يبقى تبان على طبقه شيت يبقى طبقه الجلد بعد لقيت الاكسترنال اوبليك عاملها كده يبقى مش هتقطعها كده بالمشرط هتمشي مع اتجاه الفايبرز هتمشي المشرط عشان ما تعورش الماسلز مع اتجاه الفايبرز تروح مبعد تجي الانترنال اوبليك عامله كده هتمشي المشرط مع اتجاه الانترنال اوبليك تروح مبعد كده تجي الترانسفيرسز ابدومينيس ها هتمشي مع الترانسفيرس ماشي تجي على البريتون بعد كده يبقى خطوات خطوات طبقات دي الجراحه مش ما انت مشرط ماشي ايوه
فحنا بنكون طبعا كل اللي بعد الطبقه نخيط البريتون نجي نخيطه لوحده. المسلز نقربه اللي كنتوا بعتي نرجع عملنا تقريب بس تقريب جاست تقريب لانه ما قطعتهاش قريبها تقريب. يجي بعد كده الفاشيه عملنا خيطين الفات حصلوا ثخين عمل له طبقه طبقتين ها. بعد كده الجلد عمل لها اي خيط تمام. يبقى ده الخياطه الجراحيه. طيب احيانا دي العضلات اهو الابدومين ده الخيط اللي ربطته اهو الخيط كده اربط بعد كده مثلا طبقه الفاشيه الفات وده حق الخيط اهي هذا الخيط حق الفاشيه بعد كده الجلد وهذا الخيط حق تمام. احيانا اقول لك ما خيطش بقوه حصل فكت الخيط ابتعد عن بعض ها. هل لما يبتعد لو بعد صغير بسيط كده حاجه كده بتعدل حاجه بسيط ايش اللي بيحدث؟ بيتقطعي مين؟ الكابيلاريز. لما يتقطع الكابيلاريز يبدا يشون دم يشون دم يملك كده يبقى يشون اهو يملك كتله يبدا ترتفع على الجلد كده كتله دمويه نازفه كده سائل نزفي زي لو سحبته بابره هيكون زي مرقه العيش زي ماء اللحمه زي ماء الايه؟ اللحمه انا متوصل اللحم اوكي. النزيف ده بسميه سيروما بسميه ايش يا شباب؟ سيروما خاصه لما يكون واحد ثخين او مثلا في البريس شليت كتله طبعا لما تشيل كتله صعب انك ترجع كل حاجه لمكانه لانه ترك لك حفره فانت هتخيط الجلد فيبقى اللي تحت عارش يبدا يشن 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 ملك كتله اجي اشوفه بالالترا ساوند كيس اسحب يطلع لي زي ماء اللحمه المغسوله لما تغسل الماء اللحمه هذه بسميها سيروما بسميها ايش يا شباب؟ بعض المرضى او الدكاتره يخافوا يقول لك اصلا يكون مثلا عمل عمليه ورم في العظمه او كذا شوف مثلا اسبوع منفخ ها الورم رجع يخاف انه يكون ورم نيجي نشوف لا هذا مجرد كيس ينسحب نفضل نشفط فيه ونشفط فيه كل مره لما الامور تصلح تمام هذه بسميها سيروما بسميها ايش يا شباب دي؟ سيروما. احيانا قلنا انه يفك العضلات دي تفك اصلا العضلات ده البريتون مقياس الامعاء فيخرج البريتون مع الامعاء ده البريتون اهو للامعاء اللي داخله اهو الامعاء دي بسميها الشباب انسجينال ايه؟ انسجينال هيرنيا انسجينال هيرنيا. خمسه احيانا في قلنا سباق بين الجرانيوليشن تيشو والابيديرمس سباق فلو الحفره كبير والجرانيوليشن تيشو سبق الابيديرمس ده الابيديرمس اهو اهو قلنا الابيديرمس السابق والجرانيوليشن افرض ان الجرانيوليشن تيشو وصل لهنا وعد ما فيش ابيديرمس هيفضل يتكاثر الجرانيوليشن تيشو لما يتكاثر كذا بيعمل لك كتله نازفه كتله ايه؟ تجي تخبطها تنزف تمام؟ بسميها اكس تيوبرانت جرانيوليشن او بايوجينيك جرانيولوما اكس تيوبرانت جرانيوليشن او بسميها الجراحين بيسمونها بايوجينيك جرانيولوما طبعا هي مش جرانيولوما ولا حاجه لانه ما فيش ابيثيليوت سيلز ما فيش الكلام ده وانما بيسموها كده جرانيولوما حبه نزيفه او كتله نزيفه احيانا تكبر تكون كتله كده نزيفه يعني انا شفت واحده سعاده بالفم كان في جرف في سقف الفم بعد ما الجرانيولوما تيشو سيبك يلا قست كثر كتله كده زي النقفه معلق طبعا ما يقد ما كذا ينزف على طول بس ادينا عند الجراح طرق خيط من فوق خلاص ما انتهى قرب الجلد اوكي يا شباب واحيانا يكون بليزر احيانا يكون بليزر يبقى دي بسميها اكس تيوبرنت جرانيوليشن او بايوجينيك جرانيولوما في صوره في الكتاب على فكره بايوجينيك جرانيولوما سته تمام اذا لو تكاثر الجرانيوليشن تيجي كثير بيعمل لك اكس تيوبرنت ايه جرانيوليشن طيب لو الكولاجين كتير عمل لك كولاجين كتير كولاجين كبير فتقدر يطلع على السطح يطلع زي الميسم يطلع على السطح بسميها هايبرتروفيك سكار هايبرتروفيك سكار هايبرتروفيك سكار
يبقى ده الكولاجين كان كتير خلاص هنا اهو الجلد رجع زي ما كان ما فيش مشكله الجلد رجع الابيديرمس بس كميه الكولاجين كانت كبيره لدرجه انها رفعت الجلد اوكي دي بسميها هايبرتروفيك ايه اسكار طبعا يكون شكلها مش حلو خاصه بعد القيصريات ولكن اني فتحت عمل قيصريه في النهايه رجع لي ميسر كبير كده شكله بشع تطلع واحد يشيله من جديد يخيط خياطه تجميلي عشان ما يعملش هايبرتروفيك سكار تمام سير سبعه احيانا الاسكار دي تكون irregular مش كده مش سمود لا عامله كده بشعه بسميها كيلويد كيلويد دي تكون اكثر مع الحروق او مع الناس الاخدام اللي هم السود لانه عندهم الكولاجينيز قليل ضعيف الكولاجينيز اللي بيذوب الكولاجين ده الكولاجين بدا يتكاثر كذا بطريقه كبيره كده ويعمل لك كتله كده شكلها بشع يعني سكار بس شكلها بشع قبل سكار تسمى كيلويد تسمى يا شباب دي كمان بنشوفها في الستات لما يجوا البنات لما يجوا يقطب لهم يعمل لهم من القطبه جرح احيانا بيتكاثر الكولاجين يعمل لك كتله كده كبيره من الكولاجين كده اللي هي كيلويد تكون في الجهتين كده عامله لحمتين هنا معلقه لحمتين ربانيتين كده ها يبقى كيلويد اوكي يبقى دي طيب ساعه 8 من ضمن الكومبليكيشنز اوف وند هيلينج انه يحصل كونتراكشن بالتالي لما يحصل كونتراكشن ها يمنع انه الجوينت يتحرك خاصه في مناطق الجوينتس بسميها كونتراكشن كونتراكشن يبقى كونتراكشن ذا فايبرس تيشو اوفر ذا جوينت فبالتالي بيمنع حركه الجوينت بسميه كونتراكشن احيانا النتيجه لو واحد عنده جرح ما خيطوش حصل له كونتراكشن فبالتالي بيدي ايش؟ منظر مش حلو ديسفيجرمنت تشوه اسمع ديسفيجرمنت فيجر شكل ديسفيجر تشوه اوكي يا شباب ديسفيجرمنت يبقى دي الكومبليكيشنز اوف وند ايه اوف وند هيلينج تمام فاكتورز افكتنج وند هيلينج فاكتورز في معانا جنرال فاكتورز في معانا لوكال فاكتورز الجنرال فاكتورز في معانا حاجات بتحسن الهيلينج وحاجات بتسوي ايش يا شباب الهيلينج جنرال فاكتورز لصالح الهيلينج اللي هم ايش الايش العمر الهيلينج افضل في الاطفال افضل من الشباب افضل من الشيوخ يبقى يانج ايج هنا يانج ايج يانج هنا اولد الاولد عندهم الهيلينج ضعيف اوكي ايش كمان؟ جود هيلث واحد صحته زي الفل وجهه زي الورد كده غير واحد حالة امه حاله كده ها يبقى باد هيلث باد هيلث هنا absence of disease ما عندوش امراض زي التي ما عندوش تي بي ما عنده سرطان ما عنده سكري هنا presence of systemic disease systemic disease اوكي يبقى ده كله جنرال ايش يا شباب جنرال فاكتورز التغذيه جود نيوتريشن واحد بيتغذى كويس ياكل لحوم سمك بيضه والثاني باد نيوتريشن مش راكل العشر باد نيوتريشن باد نيوتريشن ها طبعا النيوتريشن هنا في الجروح او في الناس اللي يعملوا عمليات مهمه لازم ياخذوا ايش يا شباب ايش هم محتاجين لايش بروتينات لانه عاوزين يبنوا عاوزين ايش يا شباب عاوزين يبنوا يبقى عاوز ياكل بيض عاوز ياكل سمك عاوز ياكل لحوم دجاج عشان يحصل هيلينج لان لما ما ياكل بروتين منين اجيب لك انا كولاجين صح لما الكولاجين ده عباره عن ايه بروتين صح ولا مش صح يبقى لازم يكون في غذاء كويس يبقى اللي في العمليات دول اللي عملوا عمليات لازم يجيب لهم اخر فيبو لحوم فيبو ايش حاجات بيض فيبو سمك فيبو ماشي ولا ممنوع البيض والسمك؟ ما فيش ممنوع ولا حاجه صح؟ ايوه ولا ممنوعات ولا حاجه، ياكل براحته يعني واحد عمل عمليه في شيء يعوض يعني فصل وعمل عمليه كبرى يعني في بتقطيع وفي بتنزيل وفي مش عارف ايه، فبالتالي اذا عاوز ياكل كويس اما حكايه انه ممنوع البيض والسمك عشان ينقض الجرح ده كلام فاضي ها؟ لانه اللي ينقض اللي عنده تحسس اصلا هو ممنوع سواء عمل عمليه ولا ما عملش عمليه
لكن واحد ما عندوش تحسس ياكل بيضه تمنعه ليش؟ ياكل بيض ياكل سمك ياكل يقدر حتى الحمار لو قدر ياكله. اوكي؟ يبقى ما فيش ايش؟ طبعا والحيله دي انا اعتقد انه عملتها حواء. حواء عملت ايه؟ لما الراجل كان يتقرح في الحروب او كذا فبتيجي تقول له القرح بينقض، قيس تاكل البيض والسمك والحاجات اللي ها القرح بينقض مش مليح. صار لمسه تستمتع بالايام دي. لكن هي لما تولد تعمل اكبر قرح حق البلاسين تبقى قرح منه سعاده حق المشيمه. الدقي عادي ما ولدش عاد النونو خرج والدقي كان جنبه تخلي زيه. عندما ينقضش القروح. ها؟ تمام؟ اوكي. يبقى حكاية انه ينقض ما ينقض كلام فاضي، يبقى لازم ياكل بروتين. ياكل ايش يا شباب؟ بروتين. لكن هنا باد نيوتريشن. طيب فيتامينز، محتاج فيتامينز، خاصة فيتامين ايش يا شباب؟ فيتامين سي. هنا فيتامينز قليل، فيتامين ديفيشنسي. يبقى دي كلها جنرال فاكتورز، كلها جنرال ايه؟ جنرال فاكتورز. امال ايه اللوكال فاكتورز؟ لوكال فاكتورز ايش اللي صالح الهيلي؟ اللي هو برايمري وند. لازم يكون برايمري وند. ونعيش سكندري ايه؟ سكندري وند، يعني في تلوث، في انفكشن، في كل الحاجات اللي بتعمل سكندري وند دي لوكال فاكتورز. كل الحاجات اللي بتعمل برايمري انتجن دي جود فاكتورز. جود ايش؟ جود فاكتورز. الحاجات الثانيه كمان ان اللوكال فاكتورز اللي جود بلاد سبلاي، المناطق اللي فيها جود بلاد سبلاي بتشفى بسرعه زي الوجه لانه مليان دم، فبالتالي بيشفى بسرعه الجروح حقه والفم واللثه. تقعد تقدم نفسك هذه المره واللثه حالته بحالها تلقى اخر الليل تحيا راح بيشرك. صح ولا لسه؟ يبقى جود بلاد سبلاي. لكن جرح هنا شيء انكس يجلس يقول لك كمان ثلاثه ايام طلع لك دينار لانه باد بلاد سبلاي. اوكي؟ طيب يبقى دي الفاكتورز افكتنج ايه؟ افكتنج هيلينج موجوده في الكتاب كله ما احتاجنا هنا نكتب. ناخذ نفس ونرجع نكمل البون والنيرف. خذوا نفس